يعني احنا شفناك وانت كبير كده وحلو وعسل، انا هموت واعرف الشقاوه دي بقى وانت صغنون كنت عامل ازاي. بص انا ما اتغيرتش تماما، انا بتفاجئ من صحابي اللي بيتكلموا ان هم مثلا في الابتدائي اللي كان جد، انا من اولى ابتدائي تقريبا زي ما انا يعني على ما اتذكر، ان انا دايما كان مشكلتي في المدرسه ما كنتش ولا الطالب الشقي ولا الطالب الملتزم، كنت اللي بهزر كتير، فالهزار كان بيعمل لي مشاكل ده. دايما لان دايما الاف انت عارفه ملوش كبير طبعا. فبتقفي على ناس ما ينفعش تقفي عليهم، فدايما فصل رفض انذار الحاجات دي كنت عايش فيها. والاف لو الكتم ده ممكن يودي في داهيه، لو الكتم اعوذ بالله، لو الكتم تلاقي الدماغ ضرب الصداع صح، ده نفسي يتكتم ولا الاف بعد الشر. طب قول لي يا حمدي، انت ما كنتش مشاغب خالص؟ لا كنت يعني ممكن الهزار كان يتفهم عند ناس ان هو شقاوه ان هو بتاع يعني كان بيعمل مشاكل كهزار، انما ما كنتش الطالب بقى اللي صايع او الفاشل لا خالص. طب وانت صغير كنت بتقعد تعمل ايه؟ يعني كنت مثلا هواياتك الكوره زي الاطفال اللي بيكسروا الازاز؟ لا ده انا ماليش في الكوره تماما، انا عندي مشاكل في الكوره. انا وانا صغير نزلت لعبت مره واحده كوره في حياتي، اخويا بيلعب حلو فكان عامل فريق وبتاع وخدني وقفوني جون، فكان زمان الكوره يعرفوها بقى الشباب اللي بيلعبوا، كان في كوره كفر زمان بارقام اربعه وخمسه، كانت خمسه دي ناشفه قوي، فاتخبطت في راسي جالي فقدان ذاكره يا حبيبي. والله قعدت يوم احلف، والله وقعت في الشارع اقول لهم انا مين ايه ده؟ اوعى تكون كنت بتشتغله. وابتديت ايه بتيجي تدريج يعني، عرفت ان ده اخويا فاقول له طب بابا هيزعل انا ازاي نزلت العب من غير ما اقول له، بابا لسه ما جاش من السفر. اوعى تكون انت اصلا مش حمدي وهم ساعتها ضحكوا عليك وخدوه. تخيلي بجد اكون كنت امور وبدلوني. ممكن يكون كده. طب قول لي يا حمدي، ايه اكبر مشكله حصلت لك وانت صغير، او مشكله كنت انت السبب فيها، خناقه بقى وتكسير واتضربت وايه؟ لا انا اتضربت كتير تقريبا يا كتير قوي. يعني انا اتمسح بكرامه الارض. طب كتير. ليه؟ كنت بق. يعني كنت قد كده ورفيع وبتاع، والاقي واحد مثلا قدي سبع مرات اقول له انت مالكش كبير بقى يا ربيك. بس كنت بتضرب بس والله. طب وبعد ما تتضرب برضه تروح تقول لهم كده تاني؟ بعد ما اتضرب اصل انا وانا بتضرب بقعد اشتم. ده انت لامد بقى. بتضرب ضرب مش طبيعي، انا يعني دايما بقع في ناس يهود مش اللي هو بيضرب. والله بيتمسح بكرامتي الارض واتضرب ضرب، ومره مثلا ركبت مع سواق ميكروباص وشه ما فيهوش مكان من كتر التقطيع بتاع المطاوي، ما فيهوش مكان، يعني ما تعرفيش العين داخله على البق وبتاع، كل الناس قاعده وناس ايه قدي كده وركاب وبتاع، انا بس بقى اللي ما عجبنيش الكلام بتاعه انه بيتكلم باوردر يعني، بيقول لها والنبي تعالى اقعد كده ومش عايزين مش عارف ايه دوشه ومحدش ياكل، قلت له يا عم انت شارينا ولا ايه وانا سخن قوي. فقال مين اللي بيتكلم؟ هو مش شايفني في المرايه، انا مش باين من الكرسي اصلا. فانا سخن قوي، قلت له انا اللي بتكلم، ايه يا عم هتعمل ايه؟ على اساس ان ايه اللي في خيالي انه هينزل يضربني فالناس كلها انت اتجننت. نزل خدني عادي من وسط الناس واللي وسع له عشان ياخدني. مش اتكلم. الله الله. اقول لك حاجه، بعد ما ضربني ركبني ووصلني. يا عيني. وقعد بقى كده بقى طول الطريق خلاص ادب يشتم اقول له حاضر. بقيت انت اللي بتطلع الاوردر بقى. كنت رافضه. طب يعني السنه دي نقول انها طارت في خناقه؟ لا السنه دي في حادثه عجله. في حادثه عجله؟ ايه بقى اللي حصل؟ بص انا سواق عجل من وانا صغير يا ولد زي يعني الخناقات. لا لا مصحف انت شكلك بق في كل حاجه وادائك كده بص يعني بيودي في داهيه. تعرفي سواق العجل منين؟ هتلاقي اولا بيسوق حافي. تمام؟ سوري في الكلمه الشبشب في ايديه. اسمعي بقى. اسمعي بقى الفضايح اللي انت عايزاها، انا عارفك عايزه تشمتي. انا اموت. ولما يجي يفن بقى وعايز يبين انه سواق عجل بيجي سايب ايديه كده ويقف على البدال يعني ويقعد يلف بقى. انا بعمل كده فبلف، وكانت عجله واحد قريبي فبلف كده بالعجله فزلطه قد كده، قام ايه جه فيها الكاوتش قام العجله لفت قام وقعت. وقعت على الماسوره اصلا بتاعت العجله فبقي كله دخل في الجدون لف. يا حبيبي يا لهوي. استني ايه في ايه وانا مصاب حرب. انا امي ما عملتش كده. لا اصل انت بتقول بقك لف على الجدول. لا لف على وانا ساحر ايه اللي لف. الجدول لف دخل في الجدول هو اللي لف. انا بقي لف على الجدول ده ايه ده.
فلما ده كل ده دم جريت على قريبي بقول له الحق اسمه محمد ده وشهرته فهد. جريت بقول له الحق فهد محمد شهرته فهد عشان ما تعرفيش ابوه كان عايز يولده في السعوديه في قصه بقى ما بينهم. فانا ايه غسلت وشي ونمت على السرير وخلاص تمام ما اعرفش ان السنه اتكسرت يا حبيبي قاعد تمام فلقيته طلع ميت ضحك في يا ابني ميت ضحك عمال اعمل كده مفيش دم خلاص فاتاري نص اللي فوق دي اتكسر نص مش كلها كانت لسه في نص رحت بقى لدكتور ابن حلال شال لي النص التاني وقال لك ده العصب سليم ما ينفعش نعمل له بنج فهنشيلها من غير بنج فمكتفني في الحيطه ومش هقول لك بقى بتاعه الدكتور تقريبا بالفنسه بتاعه الكهرباء والله شدني صوتت سويت كل العيال اللي بره مستنيين دورهم مشوا يا مفيش حد والله قفلت له العياده خلاص والدكتور بعد ما عمل كده قال له لما يكمل 16 سنه الكلام ده وانا عندي 6 سنين او 6 ونص في قال لما يكمل 16 سنه تعمل له عمليه احياء لسة وتركبوا السنه لان لسة ماتت يلا مبروك ايه ده هو بيبلغ بابا ان انا حامل ايه اللي مبروك وده شأني خالي شالها وقال له لسه ماتت ايه جملة مميتة اصلا يا عيني طب وفضلت مستني بقى لحد امتى انها تطلع؟ لا ما هو قال لي مش هتطلع لازم يركب انت قلت خلاص لسه ماتت اتعودت يعني قعدت فترة بقى اتعودت وبتاع ما كنتش وانا من الاول متضايق؟ لا انا حظي ان انا من وانا صغير اصلا بهزر على طول الحمد لله فبالنسبة لي الحاجات دي بالعكس انا ماشي مبدا كون نفسك قبل ما حد ياكل برافو فكنت انا اللي بقعد اعمل عليها فرضيات اصلا كنت وانا صغير بقى ايه موضوع بقى واركب شيش هنا واعمل مش عارف يقول لي لا حط كلب حراس عشان ما حدش ينط بالليل وركب سلك السلك عشان ما فيش حاجه تدخل فروه ولا حاجه بس بتنفع والله في ايه بقى؟ يعني انا باكل سباكيتي وانا قافل بقي ما فيش طب قول لي 10 فوائد للسنه كده 10 فوائد؟ هقول لك السجاير السليم الرفيعة تتشرب وانا قافل بقي والسباكيتي قلنا قد كده اتنين مكيف وانا نايم بيدخل هواء طبعا مدخل نور دايما للسان مش حاسس بك العصاير واللي تحط الشاليمو على طول بس محروم من حاجات يعني زي ما في فوائد في حاجات محروم طب قول لي ايه بقى اللي محروم محروم من التوث بيكس الخل محروم منه مفيش بقى خل اللي عايزه سواك سواك بقى ما فرشه السنان معاناه بقى لاني باكل نص المعجون دايما طبعا الناس فاكراني سعيد ومبسوط انا من جوايا مجروح قوي يا حبيبي الموضوع كبير طب انا يا حمدي بحبها قوي وبحب شكلك كده وكل الناس بتحبك كده الحمد لله بس انت ما فكرتش ان انت تركب لا خالص والله اقول لك حاجه في دكاتره اسنان اسامي كبيره منهم دكتور في المانيا دكتور مصري وقال لي وتعالى والفيزا وراها جاي قلت له انا حاله انسانيه يعني اللي هو بيقول لي شيلوك على السرير في دكتور بقى صريح دكتور مصري قال لي بص هي اللي عايز يعملها لك عايز يعملها من باب الشهره الشو ليه ان سنه ايه ده السنه اتركبت مين اللي عملها فهيبقى انا مش شايف اني محتاجها حتى لو احتاجت في دور هعملها اللي هي المؤقته اللي بتتشال صح انما هعيش كده لا صح يعني انت حاسس ان هي بالنسبه لك زي الحسنه بتاعت السقه كده مثلا ايوه حاجه كده راكور صريح يعني انت مثلا انت شبيه انت مكمله جد مصدقه نفسك ايوه طبعا حسنه السقه زي احمد حسن الاسمر بس حسنه السقه بلاش ده اساتذه كبار يعني يزعل دلوقتي لا لا استاذ السقا ما يزعلش ده حبيبنا طب قول لي وبعدين هو اصلا متمسك بالحسنه بتاعته يعني فخلاص واحد كفايه لا شاي ثواني بقى يا حمدي ثواني يعني ايه متمسك يعني هو قادر يشيلها؟ يعني هو قادر يشيلها طبعا يعني انت فاكره هو يعني بلاش نتكلم على الاستاذ لا عادي ايوه يشيلها قادر يشيلها ليه؟ مش قالوا لك ايه يجيب شعره حصان ويلفها عليها فيشيلها تتشال تقعدي مع خالتي وامي بس عارفني عارف انا الكلام ده طب قول لي يا حمدي ايه اللي خلاك بقى تمثل؟ يعني امتى قلت لا انا خلاص؟ لا بصي صدفه بحته يعني كلام الفنانين قوي اللي هو التمثيل جالي صدفه واحنا بنسعى من زمان اساسا طالع عينينا ومكاتب الكاستنج قهرتنا فاكر؟ يلا هقول لك انا جيت في الجامعه انا لسه قايل لك انا كنت بتفرج على مسرحيات كتيره وانا من النوع اللي بحفظ يعني مثلا في حاجات معينه حافظها بالرياكشن بالكلمه فكنت اقعد مع اصحابي دايما اقعد اهزر فدايما الشعب المصري اي حد بيهزر يقول الله دمك خفيف ما تمثل فكنت اسمعها لحد ما في يوم انا وصديقي اسمه كرولوس لمحنا في الجامعه وانا في سنه تانية حقوق عين شمس لمحت يافطه لو عندك موهبه التمثيل اطلع قلت له تعالى نطلع نتريق عليهم ونهزر فطلعت بقى من اولها
طلعت في خيالي ان مسرحيات هايفة اللي هو الضحك، لقيت مسرحيات لغة عربية، كان سامح حسين المخرج هو كان خريج حوان شمس هو اللي بيخرج لنا وقتها، كان مصطفى خاطر ومحمد انور ومحمد عبد الرحمن، كانوا هم فريق كل تمثيل كل الشلة من البداية. فدخلت حبيت الموضوع ومن ساعتها بقى يعني الموضوع جه، انا ولا كان في مرة في خيالي ان انا عايز امثل، بس كنت مرتبط داخليا بعالم التمثيل. طب والحب؟ يا كلمني عن الحب يا حمد. ممكن تطفي النور وشمعة صغيرة انفخ فيها؟ لا قول لي اكبر صدمة حصلت لك في قصة حب وانت صغير. بصي انا قصة حب هقول لك، انا مشكلتي بتكسف قوي في الحياة اصلا. فجيت لما كنت بحب ازاي؟ اقابل واحدة مثلا في جامعة وبحبها، فانا بحبها وبقعد معاها وبخرج وبعمل كل حاجة في خيالي. وهي اصلا ما تعرفش مين حمدي، فاهمة يعني؟ انا مثلا ايه بحب فلانة اللي بتيجي كل يوم بتقعد هنا، فانا باجي في يوم بقول زعلت مني اصل انا دخلت مكشر، وهي أيه اصلا مش شايفاني. عارفه انا فاهمه. ولما بتجرى واعرف ناس اصاحبهم او لا مثلا انت، فاقول لك انا بحبك يا شيماء، فتقولي لي ايه؟ اقول لك وبحب سمر ومنى وما كلكم أيه اخواتي يعني، بنخ من اول أيه رياكشن بخاف. بتجيب ورق على طول؟ على طول بخاف. لا بس يعني عمرك ما قلت لواحده انا بحبك على طول في وشك مثلا كده وقالت لك لا؟ مستحيل مستحيل. بس كان نفسي قوي اعيش في جو اللي كان نفسي فيه وانا طفل، اعيش في جو الجوابات. كان نفسي قوي. احنا بقى جينا في عصر الموبايل وكده، بس انا من الناس اللي بحب ده قوي الجوابات بقى، واحط لها شريط محمد فؤاد حبيبي والحاجات، فاهمه الجو اللي هو الشريط اللي احنا كنا بنعمله زمان اللي فيه 12 اغنيه. أيوة ده ايوه. وبتيجي في اغنيه الاخيره تمسحيها وتسجلي حاجه بصوت، تسجل حاجه بصوت. انت كان ليكي خال في ليبيا؟ كنا يا خالو هات المروحه اسمه محسن. ايوه ايوه. يعني انت عمره مثلا ما واحده جت قالت لك انا بحبك يا حمدي؟ لا حصل مره يا لهوي واتكسفت. أيوة. قوي وبتاع. و مين بقى اسمها ايه؟ لا بلاش بقى. ليه ما عم؟ ما هي في حاله واحنا في حاله. ما هي في حاله حاله ممكن يبوظ بعد ما انا اقول كده. هي متجوزه؟ اكيد ما اعرفش. لا يعني ما اعرفهاش دلوقتي. لا ما اكيد الشكل اللي يحب الشكل ده فاكيد معنس. ما تقلقش. اسمها ايه؟ اسمها ايه عشان نبعتها؟ انت كان انت عماله تلف في الدور مش تعرف انا مرتبط ولا عايزه ترتبطي بيا؟ انا؟ لا ما انا عارفه. شيماء بصي يا حمدي انت اتخطفت مني. نعم يا حمدي. عيني في عينك؟ انت متمكيشه كده لمين؟ ليك. انت يا حمدي بابا في البيت ولا على القهوه؟ لا بابا ما جاش اصلا. طب قول لي يا حمدي بقى. ها قولي. قالت لي واحده جت في يوم وبتاع وقالت لي، فانا اقتنعت ان هو مقلب يعني، ان هي بتشتغلني وبتاع، مش لان انا في الحاجات دي بتكسف، وان بنت تيجي تقول فقعدت فتره واسال صحابه اقول ايه، وكنت بختفي واقف الموبايل مكسوف اظهر، فحتى واحد صاحبي بيقول لي انت عليك فلوس ايه اللي يعني اشوفها في حته جي لافف من الناحيه الثانيه. وهي كانت حلوه؟ قعدت فتره بصراحه بجد؟ بس قعدت فتره ما بكلمهاش والله. طب كان بتحبك ليه؟ كانت طمعانة في مكان السنة تطلع فيه بعمارة ولا لا والله. لا على فكرة أنا معشوق. ما أنا عارفة. هي أنت معشوق وعاشق. أنا عارفة يا حمد. طب ما تخليني ما تقولش الكلام ده هتجرجرني. لا بجد. أقول ولا غور؟ لا لا لا. دلوقتي لو هتقعدي طول حياتك كلها تمثلي قدام فنان واحد بس راجل وواحد هيطير واحد، احنا هطلع لك اثنين، هتختاري واحد يروح التاني مطيره، فتختاري ده فيجي ده فيروح ده وكده، ماشي؟ ماشي. فتختاري مين من الفنانين دول؟ تختاري احمد السقا ولا تامر حسني؟ هو بقى طول حياتك. ايه بقى؟ واللي هيطير هيجيب غيره. طول حياتك. لا يا جماعه افتراضي افتراضي. لا 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 لسه هيجي كتير. ما تيأسيش من الأول دول كتير يعني. طيب أنا اشتغلت مع تامر بس ما اشتغلتش مع أحمد، فاشتغل مع أحمد. يبقى تحية للسقة اللي طير تامر. جننتي. طيب ما بين السقة وأحمد السعدني تختاري مين؟ لا بصي اصل ده الغالي، ده اللي جوه القلب، ده حبيبي، ده مش هيطير عمره يعني، بس احنا اشتغلنا مع بعض وهو اصلا في حياتي عمره ما يطلع من حياتي ابدا، ده انتيمي يا شيماء. ده انتيمي الوحيد. عسل. هو تحيه كبيره للفنان احمد. فهو كده كده موجود في حياتي بشكل اخر،
فبرضو يعني برضو اشتغل مع احمد لسه ما اشتغلتش معاه ولسه مكمل معانا السقه. طيب ما بين احمد السقه وكريم عبد العزيز نختار مين؟ لا ما انا عايزه اشتغل مع كريم برضو. اهو اختاري بقى. لا السقه بقى له معانا شويه حلوين. معلش همشي بالاثنين. لا وتاخدي واحد. يو بقى يا شيماء. لا معلش افتراض. طب هو احنا انا كده اعتبر عملت خلاص فيلم مع السقا؟ اه يعني افتراض. طيب لو انا عملت خلاص مع السقا فيلم اعمل مع كريم بقى. كريم؟ وكريم طير السقا. بص على الطريقه اللي بتقوليها بيها يا شيخ. طيب لو كريم عبد العزيز واحمد حلمي نختار مين؟ ما هو برضه نفس الحاجة، أنا ما اشتغلتش مع كريم وما اشتغلتش مع أحمد. أمال أنتِ اشتغلتي مع مين؟ ما اشتغلتش مع حد، أنا اشتغلت مع تامر. اشتغلتي أعمل أنا لوحدي، أعمل أنا وتامر، عارفة ده اللي كنت قاعدة أعمله. طب قولي لنا بقى، يبقى لازم تختاري واحد منه. لا مفيش. واحد؟ لا خلاص هي قفلت على واحد والله. لا والله العظيم لسه فاضل كام صورة بس أخرين. أصل خلاص. افتراض والله، طب أختار لك أنا؟ اختار. أختار لك أنا؟ أه. أنتِ دلوقتي لو اعتبرنا أن أنتِ عملتي مع كريم جد واكشن وحاجات كده ليه ما تعمليش مع حلمي كوميدي؟ تمام. والكوميدي بتاعته مختلفه. ماشي. وانتوا راكبين على بعض كده وتبقوا حلوين. اوكي صح. ماشي. يبقى تحيه كبيره لحلمي. طيب نخش بقى في الملون بقى ابو عينين خضره بقى وانتوا الاثنين بقى ايه كنت راستي مبهدلكم ها. ما بين احمد حلمي وعمرو يوسف تختاري مين؟ وانا ما اشتغلتش مع عمرو برضو. وعملنا الكوميدي مع حلمي خلاص. عملنا الكوميدي مع حلمي. ما خلينا ماشيين افتراضيا كده. انا ما عملتش ولا حاجه من اللي احنا بنتكلم عليهم لغايه دلوقتي. خلاص يبقى عملنا مع حلمي نعمل مع اصل بصي هتخلوني ماشيها كده اعمل لك ايه؟ بس خلي بالك ده هتقعدي معاه العمر كله. هو ده اخر حاجه ولا ايه؟ لا لسه. طيب ماشي. حسيت ان انت ايه خلاص الاختيار قبل الاخير هقول لك عشان تبقي عارفه ان ده اللبسه الكبيره. اوكي ماشي. ماشي يبقى اعمل معاهم. يبقى عمرو يوسف طير حلمي. ونيجي دلوقتي بقى لتضارب المزاز مع بعضهم. تختار يا عمرو يوسف ولا هاني سلامه؟ ده خلاص ده اخر واحد؟ لا لسه فاضل واحد بقى بعد دول خلاص. طيب احنا كده نعتبر اشتغلنا مع عمرو. اه نشتغل مع هاني. لا انت ده اللي هتكملي. انا اشتغلت مع هاني على فكره. اشتغلتي مع هاني؟ صح انت عملتوا مع بعض خيانه مشروع. يبقى نخلينا مع عمرو ومكمل معانا عمرو يوسف. اخر اختيار اهو عمرو يوسف ولا محمد رمضان؟ ده اخر اختيار؟ اخر اختيار محمد رمضان. قشطة عليك يا أسطورة. وثقة في الله نجاح إن شاء الله تعملوا حاجة تكسر الدنيا وتبسطونا بيها. هنلعب مع بعض لعبة زي عروستي كده، أوكي؟ أنتِ معاكي طبعًا الكيو كارد دي فيها صور حاجات. مش هتقولي لي عليها وتحاولي تشرحها لي عشان اعرفها بس تحاولي تشرحها لي بالمداري يعني ما تحاوليش تخسري نفسك عشان ما اعرفهاش بس في نفس الوقت تقولي لي حاجات صح اوكي ماشي يلا تبتدي ولا ابتدي انا عادي ابتدي يلا ماشي حاجه مش كبيره ومش صغيره ايه كملي ده كده اول واحده انا اقول لك اجابات يعني ماشي البطيخه حاجه جامده برضه البطيخ حاجة فيها ألوانات كتير من جوه برضه البطيخ حاجة ميتاليك ميتاليك المصاصة حاجة يعني ماتل يعني لا عايزين بالعربي والنبي حاجة حاجة يعني طب ماشي حاجة ما نقدرش نستغنى عنها كل يوم نمسكها الموبايل اوه شوشو كذب بس ده انت قالك ليه؟ ماشي طيب انا بقى ماشي هي حاجه مدوره بطيخه لا ادي واحده ماشي هي حاجه بتلف غساله لا اتنين ماشي هي حاجه بنشتريها مروحه
لا تلاتة. هي حاجة بتغير حياتنا. حاجة بتلف. ايه بتغير حياتنا؟ مروحة. بتخليها لو حاجة تبقى حاجة، مع انها بتبقى هي الحاجة مش في الحاجة. ميك اب. لا ادي اربعة. هي ممكن نظبط بيها الميك اب. مراية. غلط. لا ما قلتش مراية. طب قولي ايه؟ بتاعت الباودر اللي هي المدورة. لا غلط. هي على فكرة والله مش بتسهليها. والله العظيم سهلتهالك. ايه بقى هي؟ ايه؟ طب هكملك اديكي واحدة انت سادس. ماشي. عشان انت حبيبتي. طيب هي ممكن تضرب في وشنا. اللمبة. بس يا بنت. اللمبة. ايوه. ماشي. ودي حاجة بتنور حياتنا. لا ما انا قلت لك بتغير حياتنا. ماشي. تبقى حاجة ما تبقى حاجة. يلا انت. حاجة صغيرة. هنا. حاجة بتحبيها قوي يا شيماء. برضو هنا. حاجة ملونة. مانيكير. اوه صح صح. شيماء بسهل لك قوي يا شيماء. طب يلا انا برضه هقول بيها وحاجه. ماشي خلاص انا هسهل لك دي. ماشي يلا. حاجه مدوره. غساله. لا. حاجه بتتلبس. نضاره. لا. حاجه بترتبط في دماغنا بحادث سعيد. حاجه بتتلبس وبتتنقل. ايه؟ بتتنقل. حاجة مدورة. سلسلة؟ لا بتتنقل. انت كل حاجة بتجاوبيها. انتوا بتجاوبوا ليه؟ خاتم. خاتم. هما غششونا الحقيقة الاتنين. طيب بتجاوب كل حاجة. يلا انت يا هنوشة. حاجة مدورة برضه. ومربعة. ومربعة. علبة الباودر. طيب مش. انا خليكي دي ما تعرفيهاش. ليه كده؟ انا بقى كده. طيب ماشي. حاجة بيضة. حاجة بيضة. ايه البيضة؟ حاجة بتغير حياتنا. المراية. حاجة بتنعشنا. البرفيوم. ايوه دي مدوره ومربعة. ايوه ممكن تبقى الازازه مدوره وممكن تبقى مربعه. طيب حاجه بتنضفنا. الليفه. غلط. خسرت يا شيماء. لا اديني واحده زياده. خسرتي. زي ما انا اديتك واحده زياده. حاجه فيها ارقام كمان. الساعه. غلط. طب وريني ايه؟ حاجة بنحط فيها حاجة عشان تبقى حاجة. وحاجة فيها مية كمان. مية؟ دي ايه علبة البودرة المائية دي ولا ايه؟ حاجة بتنضفنا. الغسالة اللي انت قاعدة تقولي عليها من الصبح. هي جات لي كانت. لا بس انا اديتك فرص كتير. ماشي لا صح انت برافو عليكي. في واحدة تانية؟ يلا. في واحدة تانية؟ اخر ماشي. واحدة. حاجة بنحط فيها كل حاجة. دولاب. حاجة بناخدها معانا في كل حتة. شنطة. برافو. أخيرا جاوبت على حاجة.